انا عاوز بس انوه عن حاجه مهمه قوي، ان الموضوع خد ابعاد اكبر من ابعاده، لان هذا القرار بيصدر كل عام وبيصدر كل عام في هذا التوقيت. ثم انا عاوز اقول حاجه، ان محافظه البحر الاحمر لا تصدر مثل هذه القرارات بشكل منفرد، بل بيتم التنسيق فيها مع هيئه الثروه السمكيه، بيتم التنسيق فيها مع البيئه، لان الموسم دوت بيبقى موسم اللي احنا بنقول عليه موسم الزريعه بتاع السمك. هذا القرار بيأتي في الأساس في مصلحة الصياد اللي هو من أصل مواطني البحر الأحمر، لأن النهاردة الصياد اللي بينزل بعد ما الموسم دوت يعني احنا بنوقف فيه الصيد، بيجد إن أصبح الأحجام نفسها بتاعت السمك والكلام أحجام ملائمة إن هو أو تتناسب النهاردة معاه هو كصياد، إن هو النهاردة يشتري ويتاجر فيها. الحاجة الأخرى اللي أنا عاوز أقول عليها، إن إحنا يمكن كنا بنعاني خلال الفترة الماضية من عمليات الصيد الجائر. عمليات الصيد الجائر دي بتتم باستخدام بعض الشباك اللي بيسموها شباك الشمشولة، وهي شبكة المساحات بتاعت الشبكة مساحات صغيرة جدا. ده بيضطر إن هو ياخد معاه وهو بيصطاد، بياخد معاه أحجام صغيرة اللي هي السمكة الصغيرة ديت اللي إحنا بننتظر أو بينتظر الصياد النهاردة حتى تنمو ويستفيد منه.